تحياتي للسيد الرئيس تركيا السيد رجب طيب أردوغان. أنا ولادي مقيمين في تركيا بقالهم حوالي 8 شهور أو 9 شهور، حقيقي كانوا عايشين مطمئنين جدا وكان ما عنديش أي مشاكل، لكن داخل دلوقتي تقريبا في حوالي أسبوع عيالي مهددة بالخطف. من 3 أيام بقى ابتدوا يهددوا أولادي بالقتل، وبالفعل هم زرعوا كاميرات في قلب البيت اللي ساكنين فيه وفي العربيات، طبعا احنا مش عارفين نوصل لها. وبالفعل امبارح مراتي راحت قدمت شكوى في البوليس، والموضوع كان كبر جدا، وهم الناس الارهابيه دي او اللي بيهددوني فضلوا مراقبينهم، لدرجه ان انا رحت وديتهم عند بيت ناس اصحابي قدروا يوصلوا للبيت ده، وراحوا مهددينهم مهما هتروحوا في حته احنا هنقتلكم لو محمد علي ما بطلش يتكلم، ومديني مهله 24 ساعه ان انا لو بطلتش فيديوهات هيخطفوا اولادي. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الفيديو ده يوصل لمعاليك، حضرتك راجل محترم وطيب وبتقف وبتنصر الناس المظلومين. رجاء شخصي للسيد الرئيس رجب طيب أردوغان، أرجوك ولادي في حماية حضرتك وفي حماية الحكومة التركية وشعبها، وأنا بثق في الشعب التركي وفي الحكومة وفي حضرتك. أتمنى من الله إن الفيديو يوصل لحضرتك. شكراً.